السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ مزيانين بخير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. الحلوه نتاع المرشم، شكون اللي كيبغيش الحلوه نتاع المرشم؟ كلشي كنبغيو الحلوه نتاع المرشم، هذيك هي المفضله عندنا، بركي قديمه كنبغيوها. درتها باش نحيد على يعني مابقاش فيديو طويل. العجينه درتها عندي درت فيها 6 تاع البيضات، زلافه نتاع الزيت، زلافه نتاع السكر ما عمرتهاش مزيان، 3 نتاع الساشيات نتاع الخميره نتاع الحلوه، جوج فانيلا. ها هي العجينه ديالي، كتبان لكم ها هي. غادي ندير هاد المرشم اللي عندي، هادو عندي الاشكال والانواع، ها هما. غادي ندير بهادو، غنشكل كلشي قدامكم، بقاو معانا. راني سرحت العجينه اخواتاتي، ها هي درت فيها شويه الدقيق بركي باش ما تلصقليش. ها هي هاد المرشم ندير بهادي، ها الوريضه زوينه بحالي. ها هي كندير بيها، وكنرشم هكا حتى نسالي ونرجع لكم. ندير هذا المرشم الثاني عاودا، نجي نجرب هذه. ها هو هذا النجمه، ها هو. اخوات بغيتو المقادير المزبوطه نتاع الحلوه هذا نتاع المرشم، كلشي راه درتو في القناه، واحد الفيديو راه تماكلتيه، تدخلوا ليه تشوفوا المقادير مزبوطه كلشي. يعني عندي حبه نتاع البيض، ثلاث شويه الخل باش ندهن بها هاد الحلوه كامله. غنمشي عليها كلشي على الحلوه ديالي بالبيض، ديري مع شويه الخل باش يحيد داك الزفوره نتاع البيض. غنسيغي هكا كامل. الاخوات تقدروا تزينوا باش بغيتوا، انا عندي السكر حرش هنايا، السكر بقى نزينو غير بالسكر هكا، هاداك السكر شويه الغليظ هكا باش يعطيه شويه الكولور ملي غادي يطيب. غنسيغي هكا ندير لهم السكر كامل. ها الاخوات انا عاد كنطيب، ها هو طاب، ها هو نص لاخر دابا عاد حيدته من الفران، ها هو. المهم راني كنطيب عاد، مي غادي نسالي ان شاء الله. هذا زينته شويه بكاوكاو، هذا ها هو بكاوكاو، درت له البيض وكاوكاو. شو طاب، شو تبارك الله كيجي مقرمش، ما نقولكمش الريحه زوينه بزاف بزاف. وغادي نبقاو هكا حتى نسالي كلشي، نولي معكم في الطبق النهائي ان شاء الله. هاي الحلوه ديالي الاخوات، طابت مقرمشه، كيجي تبارك الله كتسمعها، طابت مقرمشه زوينه، انا تعجبكم ان شاء الله. زينتها بالسكر وشويه الكاوكاو محمر في الفرن حتى هو. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، باش كنتمنوا ان شاء الله طول العمر يا ربي. اليوم الحلوه ديالنا تاع العيد ان شاء الله، كل مره يعني ندير لكم فيديو جديد تاع الحلاوي.
شوف بقيت فعل خمسة دقيقة من دار Shh.